مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا احكي لي عن بلدي على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف. احكي لي عن بلدي، ما أجمل أن أتكلم عن بلادنا وعن قرانا وعن جباننا وعن وديانا وعن أنهارنا، ما أجمل أن نتكلم عن بلدنا فلسطين الغالي العزيز. جبل صبيح سمعتوا فيه؟ تعرفوا شو فيه؟ تعرفوا أنه هذا المكان مهدد بالاستيطان زيه زي جبل زي الشيخ جراح وغيرها من الأماكن سلوان اللي للأسف لا يسلط عليها الإعلام الكثير من الأخبار والأمور التي يجب أن نهتم بها؟ نعم، جبل صبيح جنوب مدينة نابلس من أحد هذه الأماكن التي وضع الاستيطان يده عليها، ولكن الشباب في هذه المنطقة اللي حنتعرف عليها الآن ما زالوا يقاومون الاحتلال، وكل تقريبا أسبوع أو أسبوعين بنسمع في شهيد في هذه المنطقة. خلينا نرحب بألين فتحي عديلي، هي صحفية وناشطة فلسطينية معاي الآن من نابلس بيتا. أهلا وسهلا فيك ألين. أهلا فيك دكتور جمال، يعطيك العافية. الله يعرف. أول شيء عارف الناس في حالك، أنت صحفية صحيح؟ مظبوط، خريجة إعلام من جامعة النجاح وناشطة في البلد. يعطيك ألف عافية ألين، بس لو ترجع شوية عشان راسك. بلغيني بيتا، شو هي بيتا؟ أول مرة يمكن الناس كتير قرية ما بسمعوا فيها، وين موقعها وشو الجميل في هاي المنطقة؟ تمام، بيتها هي بلد فلسطينية تقع جنوب شرق مدينة نابلس، بتبعد عنها 13 كيلو متر. سميت بيتها بهالاسم لأنه يعني كانت وما زالت مبيت آمن لجميع السكان، وقديما كانوا الحجاج يجوا يبيتوا فيها. أراضي يعني بس مكان المبيت يعني كانت. بالضبط، واسمها يعني مأخوذ من هاي الشغلة بيتها. بتتكون أراضي البلد أغلبها من مرتفعات جبلية بتخللها عدد من الأودية. كمان في عنا أماكن مرتفعة في البلد اللي هو جبل العرمة، وهو من أهم الأماكن أو الجبال المرتفعة في فلسطين ومدينة نابلس بالتحديد. بيرتفع حوالي 890 متر فوق سطح البحر، والجبل هذا له رمز تاريخي، وأنه يعتبر الجبل الأعلى في المنطقة بعد جبل عيبال، وهو أعلى من كل المستعمرات الموجودة، وبطل على كثير قرى مثل بيتا، عورتا، أودلا، وحوارة، وجزء من شرق نابلس. حلو، كمان بيحتوي على آثار كنعانية، في آثار اوكي، كنعانية بزيد عمرها عن 5000 عام. واو. بايش تشتهر بيت؟ بالزراعة، بالتجارة، أكيد، بالصناعة؟ الزراعة أول إشي، أشجار الزيتون واللوز، وكمان في التجارة. اوكي، اهل نابلس مشهورين في التجارة يعني. أكيد، أهل نابلس معروفين بهالشغلة. بتسووا كنافة انتو غاد كمان ولا لا؟ الكنافة نفسية مشهورة، يعني إن شاء الله لما تنزل هون راح نستضيفك عندنا ونطعمك منها. ان شاء الله ان شاء الله. طيب بدك تحكي لنا اليوم عن هاي القرية، قديش عدد سكانها تقريبا؟ تقريبا خلينا نحكي من 12 ل 15 ألف اللي موجودين داخل نعم. البلد. طيب في جبل انت حكيتي لي عنه والقصة صراحة اثارت اهتمامي، جبل صبيح اللي هو هذا مظبوط الجبل. مظبوط. شو القصة هذا الجبل؟ أول إشي إحنا بلدة بيتا يعني هي من الانتفاضة الأولى بال1987، هي كانت على مدار الساعة منطقة مواجهات ساخنة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهالشي معروف عنها عن البلد. في بداية ال1988 اقتحمت قوات الاحتلال البلد عنا، اعتقلوا أكثر من 25 شاب من البلد، ومارسوا عليهم سياسة تدعى سياسة تكسير العظام، كان معروف عنها، يعني مارسوها تجاه هدول الشباب اللي اعتقلوهم. هاي السياسة أعلن عنها وقتها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين. في نفس الوقت صار في عنا حادثة معروفة عنا يعني بشكل كبير، اسمها حادثة بيتا، اللي هي مواجهة بين مواطنين فلسطينيين من البلدة من عنا مع مستوطنين إسرائيليين.
رح أحكي عن هاي الحادثة بشكل سريع. كان مجموعة من المستوطنين جايين زي رحلة على البلد عندنا وعلى الجبال، فلما بلشوا أهل البلد يحسوا في وجودهم عبر سماعات المساجد، بلشوا بالنداء للتصدي للمستوطنين وأخذ الحذر. هم هدول وفعلا شباب التلال أو هيك سموهم هم هدول؟ هم كانوا مستوطنين جايين على الجبل، أهل البلد شافوهم فدعوا أهل البلد إنهم يتصدوا لهدول المستوطنين، وفعليا شباب من البلد تصدوا لهم وحاصروهم على الجبل، لكن المستوطنين قاموا بإطلاق النار على المواطنين في البلد، ووقتها استشهد 3 شباب من البلد بهاي الحادثة. بعدها قام الجيش الإسرائيلي بإرسال دبابات وجرافات للبلد برفقة أكثر من 800 جندي واو إسرائيلي حمضة. للبلد. وقتها قاموا بنسف 13 منزل في البلدة، واعتقلوا أكثر من 300 مواطن من البلد، واو وتم إبعاد 6 شباب إلى خارج فلسطين، لبنان وبعدها إلى الجزائر وتونس، ولحد الآن في 2 منهم مبعدين لخارج فلسطين. نعم ومن وقتها الصراع عنا موجود على الجبال، وخصوصا جبل العرمة وجبل صبيح. يعني من 1988 حاولوا المستوطنين إنهم ياخذوا جبل العرمة، لكن يعني تصدى لهم شباب البلد ومنعوهم إنهم ياخذوا، وزي ما حكينا إنه صار في عندنا 3 شهداء في هذاك الوقت. ومن جديد رجعوا المستوطنين يعملوا نفس الإشي، مع إنه كانت في هذاك الوقت كانت رسالة للاحتلال إنه مش راح نتخلى عن جبل العرمة، وإنه العرمة مش راح تكون لقمة سائغة إلهم. في قبل سنة كمان تجددت الأحداث على جبل العرمة، وتم قتل طفلين، يعني شباب 2 استشهدوا قبل سنة تقريبا في مواجهات على جبل العرمة. نفس الإشي حاولت قوات الاحتلال إنها تسيطر على الجبل، فكانوا تقريبا كل جمعة يطلعوا على الجبل، أو كل يوم بعد يوم يطلعوا على الجبل في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي والجيش. وعملوا هناك زي خيمة كبيرة ظلوا يستقروا فيها شباب من البلد عشان يمنعوا الجيش من السيطرة عليه، سواء هم أو المستوطنين. وتم استشهاد طفلين وقتها في هذاك الوقت، أطفال وصور فين؟ كمان شابين. واو والصور اللي موجودة يعني بتبين موقع الجبل والمواجهات اللي كانت تصير عليه باستمرار. الصراع لساته قائم لحد الآن. محاولات المستوطنين للاستيلاء على جبل العرمة وصبيح هي من سنوات عديدة ومستمرة. بالنسبة لجبل صبيح، أطماع المستوطنين طب فيه ليش أكبر. بحبوا الجبال؟ ليش بحبوا الجبال يا؟ بيحبوا الجبال لأنها عالية، المستعمرات أغلبها موجودة في مناطق عالية، يعني على رؤوس الجبال دائما، لأنها بتكون تقريبا يعني كاشفة كل المنطقة، موقعها استراتيجي، عشان هيك هم دائما بيحاولوا يسيطروا على الجبال سواء عنا أو في مناطق أخرى. بالنسبة لجبل صبيح، أيضا المستوطنين رجعوا يعني أطماعهم في الاستيلاء عليه من قديما، من 1984 تقريبا. حاولوا أول مرة يحطوا زي يضعوا نقطة على الجبل اللي هي يعني مستوطنة، لكن يعني أهل البلد بتصدوا إلهم، بقوم المستوطنين بيشيلوا هاي البؤرة الاستيطانية، لأن المستوطنين معروف عنهم إنهم بخافوا، يعني لما يحسوا حالهم خايفين أو ما في أمان على حياتهم بيرحلوا، بس في نفس الوقت بيرجعوا كمان مرة. أول إشي جبل صبيح جبل اللي هو هذا اللي هو بين 20 ويتمة صح؟ بيتنا ويتمة وقبلان، مزبوط. هذا هو هو يقع جنوب مدينة نابلس بالقرب من حاجز الزعترة، وبين قرية يتمة زي ما هو مبين بالخارطة، وبيتا وقبلان، كمان بربط أريحة بنابلس، وهو قريب من مستوطنة أرائيل.
اوكي وزي ما حكينا إنه كان في عنا 4 محاولات على مدار السنين للاستيلاء على الجبل. في 2014 حاولوا مرة أخرى يستولوا على الجبل، صار في عنا مقاومة عنيفة وشديدة من أهالي البلد وتصدوا للمستوطنين. طبعا دائما قوات الاحتلال كانت تقوم بقمعهم وبإطلاق الرصاص الكثيف عليهم، سواء حي أو مطاط أو قنابل غاز. وقتها كمان استشهد من عنا طفل في 2014، استشهد طفل على الجبل صبيح. وقتها أزالوا هاي زي حطوا زي خيام أو هيك بداية للاستقرار، لكن مع الخوف أزالوها. رجعوا بال 2018 تقريبا، حاولوا مرة أخرى يوضعوا نقطة على الجبل، وأيضا صار في مقاومة من سكان البلد والقرى المجاورة. يعني المستوطنين شعروا محاولات بالخوف. مستمرة مش عم بيأسوا. محاولات مستمرة حوالي 4 محاولات. المرة الأخيرة هي قبل شهر تقريبا، بالتحديد في 3/5/2021. معلش استغل معلش هون بدي المستوطنين، وكل مرة في هاي المحاولات للأسف بسقط شهداء ومنهم أطفال، صحيح؟ مظبوط مظبوط، في كل المحاولات سقط شهداء، وطبعا غير الجرحى والجرحى اللي بتصاوبوا. آخر مرة كانت هي في بداية شهر 5 زي ما حكيت، في 3/5/2021. وقتها استغل المستوطنون الأحداث اللي بتصير بالأقصى، كانت بحي الشيخ جراح وبغزة، كان في أحداث والقصف على غزة، العالم كلها انشغلت بالأحداث اللي صارت. فالمستوطنون استغلوا هذا الإشي وبلشوا يوضعوا غرف خشبية على قمة الجبل، يعني رجعوا اللي احنا يحاولوا شايفينها كمان مرة بالصورة من الآن. جديد. مظبوط، لأنه مبين إنه كيف كان وكيف صار، كيف كان خضار وجبل وشجر فقط. يعني بلشوا حطوا أول إشي خيمتين، وضعوا في البداية زي خيمتين أو بيحكوا لها كرفانات على قمة الجبل، وخلال أقل من 2 أسبوع فقط زاد عدد البيوت هذول السكنية أو الخشبية اللي بيحطوها المستوطنين. طبعا هدفهم مبين وواضح انه بهدف الاستقرار في الجبل، هذا استقرار كله دائم طبعا. بأسبوعين، لأن هذا كله بأسبوعين مظبوط بحكي لك. واو، يعني هون مظبوط، خلال 2 أسبوع فقط انه واو هون التواريخ زادت من معلش مبين هون التواريخ على الصور عندنا. يا بس يمكن الناس مش شايفينها. هذا اللي تحت 28 مايو 5، اللي فوقيها 3 مظبوط يونيو 6، واللي بعديها ستة مظبوط، ستة، يعني أيام. واو واو يعني خلال 2 أسبوع فقط كانوا حاطين من 30 ل 40 وحدة سكنية للمستوطنين على قمة الجبل في بيته، يعني خلال 2 أيام. يعني احنا بنحكي عن وقت جدا قليل انه واو يعملوا فيه كل هذا الاشي. طبعا هون بلشوا اهل البلد والقرى المجاورة طبعا يطلعوا على الجبل ويقاوموا جيش الاحتلال. جيش الاحتلال طبعا هو بيقوم بحماية المستوطنين اللي ساكنين بالمستوطنة، صحيح. بيطلقوا الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي اتجاه المواطنين، يعني اللي بيدافعوا عن الجبل، رصاص مطاطي، قنابل غاز مثير للدموع، في باستخدام طائرات المسيرة. أيضا قوات الاحتلال استهدفت المسعفين والصحفيين، ما يعني ما وقفوا بس على الأهالي اللي بيدافعوا عن الأرض، المسعفين والصحفيين أيضا تمت إصابتهم خلال المواجهات. ومن ما الوقت في احترام لا من بداية للكبير ولا الشهر للصغير. أبدا أبدا، كل هي بتكون مظاهرة سلمية فقط، يعني رفع الأعلام، فبيتم قمعهم من قبل جيش الاحتلال. طب بدي أسألك سؤال، ومن هاي الكرفانات هل هي جاهزة وبحطوها ولا في ناس بيجوا بيساعدوهم في بنائها وإنشائها؟ مظبوط، هي جاهزة، هي جاهزة بنقلوها نقل عشان يسهلوا عملية البناء، هي بتكون جاهزة بس بيوضعوها وبيكملوا عليها اوكي طبعا للتسهيل، يعني عشان ياخذ معهم وقت أقل. اها طبعا من بداية شهر 5 لحد الآن، لغاية هاي اللحظة المواجهات مستمرة على الجبل،
بين الفلسطينيين والمستوطنين اللي ساكنين، طبعا هي جيش الاحتلال اللي بدافعوا عن المستوطنين وبيحموهم، اللي بقمعوا هذول المسيرات، وبتزداد عنف يوم الجمعة والسبت، بصير عندنا يعني المواجهات بتتصاعد أكثر خصوصا يوم الجمعة. واو. وتقريبا في هذول الثلاث أو أربع جمع سقط عندنا 4 شهداء. الله يرحمه. الله. عندنا عيسى برهم هو وكيل نيابة وبيحمل شهادة الدكتوراه، في عندنا الأستاذ زكريا حمايل أستاذ مدرسة، وطارق صنوبر من قرية يتمة، وآخر إشي قبل الجمعة الأخيرة الطفل محمد سعيد حمايل، وكان عندنا أكثر من 500 إصابة مختلفة. أنا سمعت عمره 16 17 سنة، محمد حمايل، صحيح؟ مضبوط، 15 سنة عمره، هذا آخر شهيد كان الجمعة الأخيرة. يعني كل أسبوع عم يسقط شهيد، وللأسف إحنا ناسيين أو مش مركز تقريبا الإعلام. ما في تركيز، ما في تركيز من الإعلام بشكل كبير يعني على هاي المستوطنة أو اللي يعني بيقوموا فيه. اللي بيطلع بيقول لك المستوطنين انه رايح كمان يحمي، اللي بيطلع الصورة المرة هاي زي اللي رايح طبعا يحمي. هم مستمتعين هم على قمة الجبل، ويعني كان هدفهم واضح من البداية إنهم في استقرار، لأنه خلال 2 أسبوع فقط صار عندنا 40 مستوطنة، 40 عفوا 40 وحدة سكنية للمستوطنين. المستوطنين أيضا بيعملوا زي جروبات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوا المستوطنين فيها إنه تعالوا خذوا بيوت جاهزة بس استقروا فيها، يعني أنت تعال على هاي المستوطنة بيتك جاهز، كل إشي لك جاهز، بس تعال استقر فيها. وخلال يوم واحد كان في تبرع بمليون شيكل من قبل المستوطنين لدعم هاي المستوطنة، بس يوم هو واحد 40 مليون شيكل. يعني هم جمعوا لبعض تبرعات. مظبوط، عشان يستقروا فيها عشان تكبر تتمدد. خلال يوم واحد كان تبرعوا بمليون شيكل المستوطنين، يعني تبرعوا لهاي المستوطنين عشان يدعموها، وفروا فيها مي وكهرباء، وحديثا عملوا مدرسة، وقاموا يعني بتصفية الشوارع، وعملوا مواقف للسيارات، يعني متوفر فيها جميع مناحي الحياة. ليش الإعلام مغيب وأيضا عنهم؟ يوجد عفوا، تفضلي. وكمان عندنا لجوء يومي للمستوطنين عليها، يعني بشكل يومي في مستوطنين عمالهم بيجوا على هاي المستوطنة، لكن يعني أهالي البلد إنه في عملوا زي وحدة إرباك ليلي، بيطلعوا بأوقات مختلفة من الليل على الجبل، بيشعلوا الإطارات، بيشعلوا القرآن بصوت عالي أو موسيقى أو أي شيء ممكن إنه يسبب إزعاج للمستوطنين، يعني مستمرين من بداية ما وضعوا المستوطنة لحد الآن لهاي اللحظة. في وحدنا وحدة إرباك ليلي بتكون فقط بالليل، غير عن المواجهات اللي بتصير بالنهار. بالليل بيطلعوا مجموعة من الشباب في أماكن مختلفة قريبين من المستوطنة، بيحاولوا يعملوا أي إشي بأقل الإمكانيات إنهم يسببوا الإزعاج للمستوطنين، يعني لعل وعسى إنهم يطلعوا منها أو يحسوا بالخوف وعدم يعني انتوا مش قبل فاقدين ثمان الامل. أيام لا أبداً، يعني لحد اللحظة هاي اللي أنا بحكي فيها وحدة الإرباك الليلي موجودة على الجبل، بتقوم باستفزاز المستوطنين زي ما احنا، بتشعل إطارات، موسيقى، أي شيء ممكن إنه يسبب لهم الإزعاج. واضح. طب ليش الإعلام ما بيسلط الضوء عليكم؟ الإعلام ما في، مظبوط حكيك، الضوء مش متسلط على المستوطنة بشكل كبير، وهذا هو الإشي اللي ما يعني كثير من الناس ما كانت تعرف عن الجبل، مع إنه يعني 4 شهداء سقطوا على الجبل، صار في حكينا أكثر من 500 إصابة، في كثير من الناس ما بتعرف عن الجبل. طبعا الإعلام إنه المفروض إنه يكون في أكثر من هيك
انه الفضائيات تتواجد بشكل مستمر، لكن احنا يعني من خلال مثلا من خلال السوشيال ميديا زي فيسبوك الانستغرام بنحاول انه نوصل صوتنا والإشي اللي بيصير على الجبل، يعني قد ما نقدر بنحاول نوصل صوتنا لجميع الناس. تعرفي يعني مثلا الجبل ما بقل عن اللي بصير في حي الشيخ جراح مثلا، هون أجوا حطوا يعني خلص استقروا عملوا أكثر من 40 وحدة سكنية إلهم، لكن إنه بسبب إنه الإعلام ما سلط الضوء عليه بشكل كبير فما كانوا أغلب يعني أغلب الناس ما كانت تعرف شو جبل صبيح وشو بصير عليه. كمان هاي المستوطنة هي خطر، المستوطنة هي خطر علينا كلنا، وهدفهم المستوطنة هي خطر علينا مش بس علينا إحنا، على الكل، لأنها هدفهم إنهم يفصلوا شمال الضفة عن جنوبها. يعني اللي بده يصير يطلع من نابلس لرام الله رح يتفتش، رح ياخذوا منه هويته، واحتمال كمان يصير نصير نطلع بتصريح. والحكومة طبعا الحكومة الإسرائيلية ساعدت المستوطنين فيها، كان في عندنا قرار قبل 8 أيام، كان في قرار من قائد الاحتلال العسكري لإخلاء المستوطنة، خلص إنه يخلوها خلال 8 أيام. طبعا الـ8 أيام خلصوا وما طلعوا منها، متواجدين لحد هاي اللحظة طبعا لأنها أرض فلسطينية، يعني المواطنين الفلسطينيين أمروا بإخلائها، لكن نتنياهو طلب تأجيل قرار الإخلاء لإشعار آخر. لحد الآن المستوطنين متواجدين على قمة الجبل، وزي ما حكينا وحدة الإرباك الليلي مستمرة، مش فاقدين الأمل، كل يوم جمعة وفي مواجهات على الجبل، وطبعا جيش الاحتلال بيقوم بقمعها وإطلاق الرصاص، المطاط، الحي، بيستخدم كل الوسائل اللي ممكن إنها الضرر نعم، للمقاومين. يعني بذكر انه الاستيطان اصلا هو شيء غير قانوني، خاصة في الاراضي قانون الفلسطينية، حيث يوجد قوانين مظبوط، تمنع الاستيطان دوليا، يعني دوليا، لكن اسرائيل معروفة بتضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، وزي ما سمعنا حتى الصهاينة بضربوا بقوانينهم عرض الحائط عندما لا تتماشى مع الاستيطان نفسه. هو الموضوع يعني مظبوط، من ايده اله، يعني زي خد وخد وسوي. طيب، هل عملتوا حملة إلكترونية هاشتاج انقذوا جبل صبيح؟ مظبوط، عملنا حملة هاشتاج انقذوا جبل صبيح، انقذوا بيتا والقرى المجاورة، لأنه بالنهاية الجبل لو إنه استمروا في اللي بيعملوا فيه المستوطنين واستولوا عليه بشكل دائم زي ما حكيت، إنه علينا رح يفصلوا نابلس عن أريحة، نابلس عن رام الله، رح نصير نطلع بتصاريح، ممكن شغلات أكبر من هيك ما حدا بيعرف شو هدفهم. فإحنا عملنا حملة هاشتاجات على فيسبوك إنستغرام والتويتر إنه انقذوا جبل صبيح، انقذوا بيتا والقرى المجاورة، يعني ممكن من خلال هاي الهاشتاجات الناس صارت تعرف أكثر عن جبل صبيح، يعني كانت يعني صارت تعرف إيش بصير في جبل صبيح، وإنه صار في عنا 4 شهداء خلال يعني خلينا نحكي فترة شهر، شهر ونص، فإنه الإشي يعني الإعلام لازم يركز عليه بشكل أكبر. صحيح. طيب، بالنسبة لأهالي مدينة بيتا، هل فاقدين الأمل بما أنه ما في إعلام وما في حدا مركز عليهم ولا لا؟ لا طبعا، طبعا لا مش فاقدين الأمل، كل يوم في وحدة الإرباك الليلة على الجبل، كل يوم جمعة بيطلعوا على الجبل، حتى بعد الشهداء اللي ارتقوا، يعني احنا بنحكي عن 4 شهداء، بعد كل هالإشي لسه أهالي البلد بتواجدوا على الجبل، وكمان في أقوال إنه بدهم يوضعوا خيمة على الجبل عشان الشباب يتواجدوا فيها بشكل دائم. يعني هاي رسالة للجيش الإسرائيلي، لأنه إحنا يعني مش رح نتخلى عن الجبل أو عن الأرض هاي سواء هي أو غيرها، فما إحنا مش فاقدين الأمل ولا 1%، المواجهات مستمرة، المقاومة مستمرة لحد الآن. نشد على أيديكم وندعو لكم بالسلامة، وإن شاء الله يوم بنيجي بنزوركم، بنطلع على إن شاء جبل الله صبيح، ناكل كنافة على رأس الجبل،
إن شاء الله بنزين العلم الفلسطيني فوق هذا الجبل يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. بدي منك رسالة لجميع من يسمعك الآن من الشباب والصبايا والكبار اللي موجودين خارج فلسطين، لك رسالة تفضلي. رسالتي إنه تمسكوا بأراضيكم، اعرفوا شو بصير هون حتى لو أنتوا خارج فلسطين، ممكن تساعدونا حتى لو أنتوا برا فلسطين، ممكن تساعدونا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر الهاشتاجات، نشر الصور والفيديوهات، سواء اللي بصير عندنا بالبلد أو بالأقصى، بحي الشيخ جراح، بغزة، يعني ممكن تساعدونا بأكثر من طريقة، إنه عن طبعا هي الطريقة الوحيدة، من خلال مثلا فيسبوك، إنستغرام، تويتر، نشر هاشتاجات، فيديوهات، ترجمة للغات ثانية، لحتى يعني العالم كله يعرف شو بصير عندنا هون داخل فلسطين. بدي أشكرك كثير الصحفية والناشطة الإعلامية آلين فتحي ديلي، أهلا وسهلا فيكي، كنا في بث مباشر معها، نشكرها على ما تقوم به من إظهار الحقيقة على أرض الواقع، ونقول لجميع أهالي منطقة بيتها الله يقويكم، وإن شاء الله نراكم قريبا ونأكل عندكم كنافة زي ما حكيت، إن شاء الله دكتور، نستقبلكم. السلام عليكم. يعطيك العافية وشكرا لك على الاستضافة الحلوة، يعطيك العافية. يعطيك العافية.